لمزيد من التفاصيل والفهم ينضم لنا من عمان الأستاذ حسين العمري، خبير الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب. أهلا بحضرتك أستاذ حسين، بصباح جديد. يعني كيف تستخدم أبل الذكاء الاصطناعي لتحسين منتجاتها وخدماتها؟ صباح الخير. أبل أعلنت طبعا لما من شهر أو بداية الشهر لما أعلنت النظام الجديد للآيفون اللي هو حيكون 18 iOS، واللي حيكون في آخر السنة، حيكون في أمريكا الأول باللغة الإنجليزية فقط في آخر السنة، بعدين اللغات الثانية فيما بعد. يعني هو غير متوفر الآن في دول العالم، فالآن هي اعتمدت أن يكون الذكاء الاصطناعي في عدة منتجات لها. أول واحد هو السيري، حيتأثر السيري سيجيب على الأسئلة اللي يعرف واللي ما يعرفهاش، طبعا راح هو نفسه يسأل تشات جي بي تي. فهم كان أول نظام ذكاء اصطناعي تتعامل تتفق معه أبل هو الأوبن اي اي تشات جي بي تي، فالمجاني حيكون مجاني، واللي عايز يشترك عنده حرية يشترك. يمكن 10-20% من المستخدمين في أمريكا راح يشتركوا. فالآن هو سيري حيصير هو يسأل الشات جي بي تي. أبل عندها بوكيت اوف اي اي، يعني عندها مجموعة اي اي متعددة، لكنها ليست بالمنافسة مع شركات متصدرة مثل جوجل واوبن اي اي وفيسبوك وميتا ومايكروسوفت. فهي الآن تحاول أن تستعين بنظام خارجي فتتواصل مع جميع الشركات المنتجة للـ AI. ثاني شيء سيستخدم طبعا في سكرين شيرينج، في الشيء الثاني في استخدام المعلومات اليوزر للتمرين وغيره. فهي حتستخدم في كل منتجات تخص السيري، أكثر واحد هو حيستخدمه سيري للإجابة بالصوت وبالكلام وبالكتابة، فسيكون الخلفية تاعته تشات جي بي تي أو أي نظام آخر. فهي الآن تريد أن تتواصل مع شركة ميتا. ميتا وأبل شركات يعني راس ندان يعني منذ 10 سنوات، وهم لا يوجد تعاون بينهم، دائما في منافسة وفي صراع بينهم. فأنا أعتقد أنه لن يتم التوافق بين أبل وبين ميتا، وأظن رفضوا حتى امبارح، يعني رفضوا المفاوضات. اللي حصل سنة 2021 شركة أبل حطت نظام جديد للأمن المعلومات في النظام للأمان، وهذا تعارض مع الإعلانات تبعت ميتا لفيسبوك، وكلفهم حوالي 10 مليار سنة 2022. فهناك في بينهم الآن تصادم. فالآن برضو أبل تتواصل مع جوجل عشان جيميناي مثلا، وتتواصل مع شركات صغيرة في أمريكا يعني أنثروبيك وبربلكسيتي وتعينك لا. وبالنسبة للصين طبعا هم يحاولوا التواصل مع شركات صينية. لو عايزتني أذكر لك بسرعة، في الصين ممنوع استخدام الذكاء الاصطناعي في أي جهاز بدون من دون موافقة حكومية مسبقة، ولا زال حتى الآن الصين أصدرت تقريبا موافق لمئة نظام. يعني جزء من هذا التوسع في الشراكات ما بين أبل وشركات التي لديها خدمة الذكاء الاصطناعي، جزء منها يتعلق بتوفير هذه الخدمة وأيضا فتح أسواق جديدة لأبل كما ذكرت. إذن هل هذا هو الهدف؟ هل هناك تحديات تواجه أبل لتطوير وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهل ستتمكن من وجهة نظرك أن تتغلب على هذه التحديات؟ شوف، أبل معروفة عندها طريقة اللي هو أتأخر في الإصدار ثم أتفوق عليهم، يعني تنتظر لأن تنتج الشركات الأخرى أشياء وثم تجمع أخطائهم تحاول أن تتلاشيها. ولكن في الذكاء الاصطناعي حتما أبل متخلفة عن الشركات المتقدمة، وهي اعترفت أنها النظام اللي موجود بسموه يعني أبل انتليجنس اللي هو ذكاء أبل قادر على الأشياء البسيطة، ولكن الأشياء المعقدة لابد قالوا أن اللجوء إلى النظم المعروفة، وهم قدموا شركة أوبن إي آي تشات جي بي تي على أنه أفضل خيار، ولكنها تريد نظم أخرى تتفاوض مع جوجل جيميناي عشان تعطي المستخدم خيارات. المستخدم سيكون عنده خيار، إذا لم تريد أبل انتليجنس أو بالإضافة لأبل انتليجنس ماذا تريد؟ تريد أوبن يعني AI، أبل تريد بطبيعة الحال يعني كانت خدمات الذكاء الاصطناعي محدودة للغاية في أجهزتها، وهي الآن تحاول
أن تلاحق من سبقوها في عالم الذكاء الاصطناعي كما ذكرت. نعم. وربما كان هذا الهدف من هذا النقاش أن نتعرف على لا نعم هو للأسف الوقت أزف بنا، ولكن الوقت بالنسبة للصين، بالنسبة للصين هو مجبر لأنه ممنوع استخدام أي شيء ثاني، فلا بد من التعاون مع شركة صينية بدل نعم. كما ذكرت يعني الأبل لابد أن تلحق بركب هذا التطور السريع في عالم الذكاء الاصطناعي، وهذا كان هدف هذا النقاش. أشكرك شكرا جزيلا على سع صدرك ووفرة المعلومات، خبير الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب من عمان الأستاذ حسين العبري.